مرجانة؟ مرجانة؟ نعم لله. كان يسمع صوت سبانيولي البارح، قول سعدي طول من البارحة كان هي يدخلها. حاضر. هذا عندها مدة من اللي قتل بعثة عربية لداري. مقصودي من وقتها ما عودتش ظهرته؟ وراسك العزيزة ليلى دوجة لا جدني ولا شفتها حتى بعيني. تطلعش وقت اللي نبعثها لك انت بيتها في فرح من برا من الحاضرة. ليلى دوجة انا ما نمشيش الفرات بعيدة، وكيف يبدا عندي فرح نخرج من المغرب وانت قتل بعثة في النار، وزيد بنتي انا الكبيرة ما تخرج من الدار. ملا وين غبلتك المقصوفة المدة هذه الكل؟ Thank you.
عربية عربية أسك النوم هاي تعبت شفهم العشية تحت المكب مدربل ليه أنا منيش على العشية ما جيت بكري في بالي قوم 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 شوف اللي جبت لك مشيت للعطارين اليوم وتعديت لك الحانوت اللي عطيت عليها خاتك الشريف وبعد مشيت الحمام تاع القاعة دي عندنا خا واحد مزيك جيم بيت مك جيب معاه شوية عطر قلت لأخولك من شم شم هز علي عبود بجاه ربي خواتري دارت من رويح مانيش قد بعضي هزهم توا نشوفهم غدو بيتهم ليش في البيت أنا عندك سلعة في السقيفة شوف علاش باش تحملها الحانوت شكون جابها سلعة؟ صنع عمك أبو بكر جاي يدق على الصباح وانتي اللي حليت له؟ كلمني من ورا البيت قال لي سلعة وين حطها كسرت الفردة ودخلت دخل هو السلعة للسقيفة وجبت الباب وراه وانت علاش تسأل؟ علاش نسأل؟ أغسل بالميلي في شقالة ملذب توا زعما هذه تصحية بالعاني وتعطي مفعولها الحشيشة هذه يا خليفة مجربة هي وعليش ما عطيتها ليش من قبل وراسك انتي وراس سيدي محرز ذا كان عندي منها الحشيشة هذه جاية من برا بعيد يا خليفة وانت جربتهاش وعليش نجرب فيها يا انا حاشا عينيك من مرتي الاولى عندي 11 وين عم والربيع الجاي باش نغلق الطزينة بارك الله عليك يا بالعاني ربي يزيدك هي ومن المرأة الجديدة المرأة الجديدة يا خيال وقتها كتبت عليها شق ودق وهو الله يتولاك يا بالعاني منين جبت فيهم الأرانب هذم الكل اها اغزر خشمك وصلي على النبي يا خليفة انا هو منهم الزوز يا خليفة ما نغضبوا حد احنا هيا حلك المحرمة حل اللهم صلي وسلم على خاتم الأنبياء وراس ربي يا خليفة ما تغلق الشهر إلا ما تولي نفور بقرونه لا يا سيدي دبر على روحك القرون باش نخلي أمك لك أنت كنت لعولك أرجع لي ليانا وأنا نحيهم لك قول يا سيدي محرز يا لطيف يا لطيف لا حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله يا لطيف حول ولا قوة إلا بالله وكهو شنو هالهدرة يا عم خليفة ميت على الفجر وهذا الثاني يا رسول الله دي الرجل كان واقف لسولة سوية لا يا عم خليفة ريته الصباح وجهه أصفر وعاطي على الكحولية سارة جماعته قاعدين يعبيو في الشكاير وهو واقف في وسطهم مصامم مشيت نجيب في القرنب ورجعت لقيته ممدود كشكش وخارجة من فمه يا لطيف يا ستار استر وكعب والاخر متاع مدق الحلفة اش بيه زادة مطاح في حانوت وزادة من الصباح ما فاقوا بيه جماعة السوق كان العشية وزيد اللي يزي ما تزيدني شيء فيه البركة كهو يسي انا فجيت عم خليفة هذاك ربي باش يطيح فينا من فعلنا وكفرنا سيسو حمود سيسو قاسم اش بيودي لبس لبس اعطاني شوية دخ هاني عايز الطبيب يجي يشوفه Je vais vous montrer.